كبير، تمريره بالخطا من سبيل حمزه السنهاجي. شوف هذه من، هذه من، وينها كانت عيونك، وينها كانت عيونك يا خالد سبيل؟ غير عاديه الكره الاخيره، هفوه قاتله، هفوه قاتله، احلى اسيست ممكن تشاهده، لكنه من المدافع. هدف رائع من جانب حمزه فيب لانه عرف كيف. الثالثه في دوري ابطال اسيا، هل يعود السد؟ حمزه في مكان خطير، روعه. وكنت اتساءل هل يعود السد؟ صن هاجي بكوره جميله لبساط حمزه، عاد السد، وعاد من بعيد من اجل ان يبقى في اجواء المباراه، ومن اجل ان لا يخرج من معترك دوري الابطال. بطل سابق لابد ان يكون عنده اراده اقوى لكي يدافع عن اسمه في بطوله بهذا الحجم. اليوم الثقه موجود والكره في الجول. Everybody got the reach, everybody got the way. We just catching and release, what is it up about? Gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how. بفريقه الاصفر الذي يتلقى ضغط وهجوم مبكر، وجول اول، القوه البدنيه والسرعه، وبعد ذلك حمزه الصنهاجي يتابع كره وضعها في المكان السليم في شباك باسل زيدان. اول اهداف الزعيم، الزعيم يرغب من يا تمريرك وحمزه الصنهاجي، يا روقانك يا اخي، هدوءك يا اخي، الهيدوس السوف مصطفى جلال والصنهاجي، وضعها من فوق ثاني للزعيم، هدف ثاني للزعيم. من جاور الجامع يسجل، هوبا تشافي للصنهاجي، جميل على طول. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching them release, what we'll talk about today. Gets into your body, flows right through your blood. Let's go.